لا تقول لي حقوق زفت ولا حقوق اطران ولا حقوق بلد مين. ناس نتنا ريحتهم وحشه. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش. اقسم بالله العظيم وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه ارض. في نفس الوقت اللي السيسي قاعد عمال فيه يعك ويلوش، في بلد عربية تانية قاعد فيها راجل برنس بيرتب الانتخابات جديدة ومدورها آخر حلاوة. الدنيا ولعت حواليه وهو الدولة الوحيدة اللي اتعاملت مع الربيع العربي بمنتهى الديناميكية والذكاء، المغرب. بالرغم من الفيديوهات المزعجة المنتشرة سواء للملك أو لولي العهد وإزاي الحاشية بتاعتهم بيعملوهم وكأنهم فوق البشر، إلا إن ملك المغرب كان أسرع الحكام العرب تفاعلا مع الربيع العربي. في 20 يوم بس غير الدستور وتنازل عن شوية من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة، وخلى نظام الحكم في المغرب ما بين الملكية المطلقة والملكية الدستورية، وعمل انتخابات سابها تجيب اللي الناس عايزينه، وأفرج عن مجموعة من الإسلاميين من اللي بيسميهم الإعلام السلفية الجهدية، اللي كان أغلبهم تم القبض عليه بعد تفجيرات مايو 2003 في الدار البيضاء. ناس منهم تراجعوا عن موقفهم تجاه الملكية وأعلنوا ده، زي الشيخ الفزازي اللي بعد ما خرج من السجن الملك صلى وراه الجمعة وأحد اتكلم معاه، وكمان الملك ساب كتير من اللي خرجوا من السجن ينضموا لأحزاب سياسية ويشاركوا في إدارة البلد بهدوء خالص. الملك شد فتيل أي إرهاب كان ممكن يبقى محتمل ويفضل هو مركز الدولة. برغم كل الاعتراضات على النظام الحاكم للمغرب والفساد وانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن ليه ميزة واحدة مهمة جدا، أنه فاتح ودنه كويس وبيقرب منه المعارضة جدا ويسمع لهم كويس جدا جدا، وبيسيب اللي بيطبل بقى يطبل على روحه بعيد. وفي نفس الوقت بسبب مركزية الحكم الملكي في المغرب فكل الأحزاب بتدور في فلاك الحاكم. الحاكم هو حسب الدستور في المغرب المسؤول عن كل حاجة بما فيها دين الشعب، وده اللي خلى الإسلاميين في المغرب مش إسلاميين قوي، والعلمانيين في المغرب مش علمانيين قوي، والليبراليين في المغرب مش ليبراليين قوي، والاشتراكيين في المغرب مش اشتراكيين قوي. كله مضطر يلوي فكره للتوافق مع النظام الحاكم، وعلشان كده الصراع ما بينهم مش صراع فكري، الصراع في الأساس ما بينهم هو صراع نفوذ ومصالح. والتجربة هنا أعتقد أنها تبقى مفيدة جدا للدول اللي تقدم فيها الإسلاميين الحكم، لأن حاليا في المغرب الحزب اللي مكون الحكومة هو حزب العدالة والتنمية الإسلامي، اللي بالرغم من أنه بيعتبر العدالة والتنمية التركي هو مثله الأعلى في فصل النشاط الدعوي عن التنافس الحزبي، وكلامهم عن تطبيق الشريعة اللي كان رد عبد الإله بنكران رئيس الحكومة لما تسأل عنها، نحن لسنا مكلفون بخلق الله، في مجال الدعوة ادعو من شئت، لكن في السياسة أنت طرف له رأي. إلا إن حزب العدالة والتنمية المغربي عدى العدالة والتنمية التركي وأزح، فعلى الأقل يعني حزب العدالة والتنمية بتاع تركيا ليه أرضية أيديولوجية بتمنعه من التحالف مع بعض الأحزاب وبتخليه يخش خناقات مع أحزاب تانية بناء على أيديولوجيته، لكن أصحابنا بتوع العدالة والتنمية فرع المغرب بيتحالفوا مع العفاريت الزرق. حاليا في تحالف مثلا مع حزب التقدم والاشتراكية، وده حزب شيوعي، وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية طلع من يومين كده بيضحك وبينادي على جماهير الحزبين وبيقول لهم الإخوة الشيوعيين والرفاق الاسلاميين وحاجه اخر فرفشه واحنا اصحاب مع بعضينا وكده يعني. ايوه انا من الاخوان الشيوعيين. ايه الاخوان الشيوعيين؟ ومثال صارخ على ان الحزب ماشي على الخط اللي مرسوم له وما يقدرش يخرج عنه زي ما قيادات الحزب نفسهم بيقولوا، هو زياره بنكيران ومقابلته للسيسي في مارس 2015 اثناء قمه شرم الشيخ، ولما سالوه انت ازاي تقعد معاه وده قائد انقلاب وايده ملطخه باسلاميين مصر ومحاصر غزه و و و وعددوا له من مناقب السيسي، قال لهم انه دلوقتي رجل دوله مش بيمثل حزبه او حركته، وان ملتزم بتوجهات الدوله وان مش من حقه يتدخل في شؤون مصر الداخليه. بعدها بوقت قصير طلع الطائر البطريق امان الخياط وشهن ابو يوسف شعبان قالوا كلام فيه إساءة لأهل المغرب، فتحولت سياسة الدولة المغربية لوصف النظام في مصر بالانقلابي، وساعتها بقى حلال لعم بنكيران التدخل في شؤون مصر الداخلية اللي كانت حرام وشجب وأدان الانقلاب. في رأيي إن تجربة الإسلاميين في المغرب تجربة مهمة جدا وضروري كلنا نتابعها، لأنها بتمثل أفتح ألوان الطيف الإسلامي. التجربة دي عايزين نتوجه لإخواننا من أهل المغرب بالسؤال عن رأيهم فيها، هل بيعتبروها تجربة ناجحة ولا فاشلة؟ وإذا اعتبرناها تجربة فاشلة كده يبقى إيه اللي فاضل؟ يعني عندنا لو عددنا الألوان من أول جبهة الإنقاذ اللي دخلت بتقولها في الحكم في الجزائر في التسعينات واللي كنا حكينا عنها في حلقات الجزائر، وتمسكت بهويتها وثوابتها ووقفت في مواجهة الكل، وكانت النتيجة إن الكل حاربها ودخلت الجزائر كلها في عشرية سوداء وغرقت البلد في الدم. من بعدها بقى يا معلم وروح من الطرف ده وعدي على غزة ومصر وتونس وتركيا والمغرب، فين التجربة اللي نقدر نقول إنها نجحت؟ سؤالين بنطرحهم ومنتظرين من حضراتكم الإجابة عليهم. لا تقول لي حقوق زفت ولا حقوق أطران ولا حقوق بلد مين. ناس نتنا ريحتهم وحشة. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش.